السيناريو الأقرب يتكرر اللي صار بالسنوات الماضية، لو تشوف أنه الأمور ذاهبة باتجاه النقطة اللي تحدث عنها أنه كتلة تتبنى الأمر وتشكل الحكومة؟ والله أنا أشوف أنه راح أكو من كتلة تتبنى الأمر وتمشي وتشكل حكومة، بغض النظر عن منه اللي راح يشكل حكومة، لكن ككتلة هذا الحال إذا رايدين استقرار العراق خليجي طرف ويتحمل مسؤوليته في إدارة البلد، ليبقى الأمور مفتوحة، وإلا أنه ما راح يصير تغيير. والناس الآن الفرصة الأخيرة للنظام السياسي بتقديري. ليش الفرصة الأخيرة؟ الفرصة الأخيرة لاستقرار العراق هي هذه الانتخابات. الانتخابات إذا احنا الديمقراطية مو عبارة عن صوت انتخابي مجرد أنه ما هي انعكاسات الانتخابات، هل جاءت بمردود إيجابي للمجتمع؟ إذا كانت انعكاس الانتخابات إيجابي وحققت نسبة سنقول 30% 40% من نسبة التوازن وطموح الناس، ممكن نتقدم خطوة إلى الأمام. والله احنا همنا نجيب رئيس وزراء وكل احنا نوقف. أختم مع حضرتك، ليش تعتبرها الفرصة الأخيرة دكتور؟ أنا أعتقد الفرصة الأخيرة للعراق، وإلا نحن رايحين لمشاريع أخرى ممكن تؤثر على وحدة العراق وعلى استقرار العراق، وهناك من يعول على إعادة الفوضى للعراق بشتى الطرق.